FM. الكلمة ليك. أميد هو شهيد الوطن. حاجة كبيرة ياسر، يعني عائلات الشهداء اليوم نلقاهم واقفين بقوة، اليوم غابت الدموع والفرحة موجودة كي تعطي ابنك شهيد في سبيل الوطن يستشهد باش يعيش وملايين التوانسة. الحمد لله سالي، كي تلقيتوا الأخبار أكيد تأثرتوا، ومن بعد قلتوا في سبيل الوطن كل شيء هون، هكا ولا سالي؟ لا، بالنسبة لي أنا عادي جدا، لأني راعي العمل والشغل وراعي الوطنية، وإنما الوطنية لابد يتكلم كذا ولا رجوع في ذلك. أنا ما نغوصوش بأني ما نعرفش أني أبني في يوم من الأيام أصدقائها وزملاء لا يموتش. هذه هي خدمتهم وهذه هي وطنتهم، ولابد باش يتبع الشيء هذا من أجل تونس ومن أجل الوطن. ما إحنا تحبنا نعلق نجوم وشهرية والسلام عليكم، وكان مات نحزن لا احنا فرحنا له. وانا ولدي كان شيء حدث بعد ايام معدودة، والحمد لله اكرمني ربي عرفنا مسبقا. وانا بالمناسبة هذه ابعث تحية ود واعجاب لكل المؤسسات الامنية وكل شرفاء تونس اللي عندهم الوطنية، ونقول لهم تونس راهي 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 برجالها، مش لغاية انا باش نخوض في معارك مادية أو من تحت كراسي، لا يمكن، أو نتزايدوا على بعضنا في أي مكان من يكون، فهمت؟ إحنا رانا أولاد الأرياف الأحرار اللي نعرفوا التاريخ واللي نعرفوا بباتنا حدثونا على منخان تونس وعلى كذا، ما نقبلوش العملية هذه. وهذا كان الشيء الوحيد اللي حط فينا ربي فيه الصبر، وما زلنا نعرفه وما زلنا نجزه. كابا فهم الكلمة ليك.